ودي اللي بتحضري ايه الفتره دي؟ والله انا لسه مكلمني من قريب الجزء الثاني الحرام لك 2، المفروض داخلين قريب ان شاء الله باذن الله. بدأتي تحضري للشخصية للملابس؟ لا، الشخصية هي نفسها اللي هي بتاع السنة اللي فاتت، احنا الجزء الثاني فبنكمل. هي كان يعني هي بنت من البنات الحراملك، من المفروض هي بتشتغل في الحراملك، وطبعا يعني بيحبها مساعد سلاف، المفروض بيحبها هو، المفروض مش يعني بيحبش البنات، هو بنوته يعني اختنا، يعني تقريبا هو اختنا يعني، فهي بتتصدم من انه هو بيحبها. بعد كده بتحصل احداث بقى، انه في احداث بتحصل بعدها، انه احداث من الاكستريم الاكستريم، حاجه تانية خالص بيطلع. عايز اسالك برضو سؤال عن صابرين، اول ما علقت الحجاب اتعرضت لانتقادات كبيره جدا، ايه رايك في الانتقاد اللي توجه لها؟ والله ما انا مش عايزه يعني اتدخل، يعني هي حريه شخصيه بصراحه ربنا. اوكي انا عارفه انه صابرين يعني ممثله، طبعا انا بحبها جدا على فكره، محترمه وكل حاجه، ملهاش دعوه انه يعني بشوفها حريه شخصيه، ملهاش دعوه يعني بصراحه ربنا. يعني الفستان النهارده مختلف، ليه اخترتي السيلفر؟ اخترت سيلفر عشان الريد كاربت لونه احمر وبلاك، يعني روج نواغ، فقلت لازم نكون لابسه سيلفر، يكون حاجه مختلفه عن اللي موجود. يعني المشكله انه في كلام صعب ساعات الواحد بيقوله، انه زي خايف عليها مش عارفه ايه، مش موضوع حلاوه ومش موضوع اني انا خايف عليها، زي ما حد في كاتب لي كومنت ما يعني مش هتكون احلى من بنات نانسي عجرم، يعني دي حاجه ودي حاجه، ملهاش دعوه. بس هي الموضوع انا مش عايزه احجر على حياتها، انا عايزاها، مش عايزاها تبقى فيمس، مش عايزاها تبقى معروفه، عايزاها تخش المدرسه وهي واثقه من نفسها انها زيها زي اي حد، مش مامة ساندي، مش ان هي الطفله المعروفه، عشان تتعامل عادي. اول ما يبقى عندها 10 سنين ممكن عايزه تستقل بنفسها، ان هي عايزه تعمل انستغرام اكيد هتخش الحاجات دي، هي حره، انا مش ضد خالص، بس انا في الاول انه مش مضطره اني انا اوري بنتي يعني ان هي تبقى في السوشيال ميديا بس.